هلا خلينا نحكي شوي هيك هضامه بين ام وبنتها، اثنين حلوين، اثنين صغار. ايه عن جد انا وياها كبرنا سوا. طيب تلبسوا ثياب بعض، تظهروا نفس الظهرات اللي بتحبوا، نفس المطاعم. بسرعه ليله، انا بسرق لها ثيابها وبصور فيها وبحرق لها اياهم. كنت فرحانه بالقطعه، بتقلي املي اجيب لها السوشيال ميديا، بتفتح هيك على الانستغرام بتقلي املي امتى اخذتي هذا الكعب؟ يا ماما بتعرفيني انا بحب البواط، يعني خلص لبسته هالمره، طب ليش تتصوري فيه؟ خلص ماما احترق، يلا مقدم حبيبتي. فانا حرقت لها نص ثياب الصراحه. ايه وانت دغري مقدم حبيبتي؟ طبعا. ايه في عندي اغلى منها، طب شو يعني؟ ما بقدر. يعني انت بتقدري تقولي لها لبنتك لا؟ لا بس انه بتبقي رسمتيها. هي ما فيها لا، انا بكون حاطه ببالي، عرفتي شو؟ مثلا ريد كاربت، عرس، مناسبه، صور كذا، تقبرني بتطلع بتصور. ما في شريعه انه قولي لي قبل، طب قولي لي لجيب لك شيء. لا بدري شو بعمل، بتصور اي ثلاث مرات. لا بلبس وبخلص بقلها حلو، بقلها حلو، بتقلي حبيت. لا في اغلى مني. طب انت عندك اغلى مني. بتلعبي على الوتر. طبعا. لكن بتقلي انا بنتكم. مره كنتوا بمكان معين وتحركشوا فيكم، يعني الشاب بتحركش ضاع بين البنت وامها؟ صار؟ يو تحركشوا فيكم؟ بمصر كانت لسه املي اصغر. لا عم تقول لك ضاع بين الام وبنتها. لا مو ضاع بين الام وبنتها، ما صارت. فيكم تحركش فيكم اثنين، احنا معروفين. لا 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 هلا نحن كوننا شخصيات عامه، لا ما صارت يعني معروفه. هي املي هي بنتها لصفاء سلطان. لا 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 بس الكون معروفين، يعني املي من هي وصغيره معروفه، عرفتي كيف؟ طلعت على التي في بصور معي باللقاءات، فمعروف انه هي بنت صفاء سلطان، ودائما اولاد المشاهير وانت بتعرفي هي القصه مشهورين بخلص، يعني هن هيك بخلص مو بايدهم، ما بيقدروا يعملوا لها ولا كنترول ولا اي شيء، انه هن اولاد المشاهير فهن مشاهير مثلهم. فما عمرها صارت لا انه هيك انه حدا مثلا خربط او حب تطلع بالبنت بعدين تطلع بالام. لا لا ايش صار بمصر؟ بس صار بمصر موقف هذا انا ما بنساه. كان معنا حتى شباب من سوريا، يعني رفقاتنا هيك، هن مثل اخواتي والله. اخذوني على مكان ناكل سمك وانا عم ورجيها لاملي مصر، ساتها صغيره يعني، عم قلها شوفي ماما النيل، شوفي ماما المكان، بصي يا ماما شوفي كذا مدري شو. اجى واحد، يا حرام هذا امه داعي عليه، اجى واحد قال لها ايه المزه الجميله دي؟ طلع فيها لمين؟ لاملي. انا فجاه طلع لي دقن وشوارب، شلون ما بتعرفي؟ عملت هيك للشباب، قلت له بعده هيك مشان ما يصير قصه رجال مع رجال، قلت له بعده هيك؟ قال لي مدام انت ممثله، انت قلت له اسع هيك، مسكته نزل بالنيل. قلت له انت مع مين عم تحكي؟ قال لي فيه. قلت له مع مين عم تحكي؟ مع مين عم تحكي؟ دقت النخوه دج صار بالارض. قلت له جيبوا السياره شباب. هي ما بنساها.